ايه اللي ممكن يحصل بالتعاون ما بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بالدولة؟ خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل اكتر عن اللي دار داخل هذه الجلسة واهم المحاور اللي تم مناقشتها. معانا دلوقتي على التليفون الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ومن وجهة نظركم داخل جلسة الحوار المجتمعي أمس الخاصة بالقضية السكانية، إيه هي الخصائص اللي كانت على طاولة الحوار الخاصة بالخصائص السكانية لمصر، وإزاي يمكن توصيفها والعمل عليها فيما يخص تحسين هذه الخصائص؟ مساء الخير في البداية، ويمكن أقول لك إن امبارح كان يوم مهم جدا، وكان في الحوار الوطني في المحور المجتمعي انت كان عندك قضيتين مهمين جدا. كان قضيه الزياده السكانيه، وفي نفس الوقت كان عندك قضيه التعليم. صحيح. وهقول لك ان الاثنين مترابطين جدا ببعض. يعني تسرب التعليم والاميه ده واحد من اهم الروافد التي تؤدي الى الزياده السكانيه. يعني البنت اللي مش هتكمل تعليمها، البنت اللي مش هتتعلم، هي دي اللي هتتجوز في سن صغير، فلما تتجوز وهي في سن صغير هي دي اللي هتحمل وهتخلف كتير، فبالتالي على سن ال20 بتلاقيها مخلفه 4 و5. ولو عايزين نبص نظره اكثر عمقا للترابط ما بين الزياده السكانيه والتعليم، اقول لك ان اوضح بعباره كان قالها الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري شخصيه مصر، لما لخص حل كل مشاكل مصر في عباره واحده وقال لك فتش عن السكان. هو كان شايف ان المشكله السكانيه دي هي المشكله الام. يعني ايه المشكله الام؟ بيقول لك دي المشكله اللي ولدت لك كل المشاكل الثانيه اللي عندك في مصر. يعني قد يكون ان الزياده السكانيه الغير منضبطه في فتره من الفترات كانت اكثر من قدره الدوله على بناء مدارس، اكثر من قدره الدوله على بناء فصول وتوفير مدرسين، فده قلل لك جوده التعليم، فبالتالي هنا تلاقي الترابط ما بين اثنين. وفي نفس الوقت هو كان شايف ان المشكله السكانيه دي هي المشكله المفتاح اللي لو حلتيها هتحل كل مشاكل مصر. ويمكن حضرتك وصفتي ان احنا بقى فتره طويله نقول ان احنا 1965 تم انشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاسره، فمن 65 لغايه دلوقتي يعني احنا بنتكلم في فتره قرب ال 60 سنه الدوله المصريه فاتحه الملف ده، فكان من اهم الملفات اللي كان لازم يكون موجود فعلا موجود على طاوله الحوار الوطني. صحيح يا دكتور، ويمكن يعني في عوامل كتير مؤثره في مساله الزياده السكانيه، واحنا هنا مش بس بنتكلم على مساله العدد، لكن كمان بنتكلم على خصائص سكانيه يمكن ان تستغل ايجابيا كمان، لكن ازاي وايه العوامل المؤثره في ده؟ حضرتك كنت دلوقتي بتتكلم عن التعليم، ايه كمان؟ خلينا نقول ان الخصائص كتير، ودايما احنا بنقول المشكله هي مش فكره العدد، هو اللي اصعب من العدد هي الخصائص السكانيه. شكل المواطن ده ايه؟ صحه، تعليم، المهارات الحياتيه، وده بيأثر، يعني كله بيأثر على بعضه. وخليني اقول لك ايه، هو السكان واحد من عناصر هو الشامله للدوله. صحيح. يعني انك عندك سكان دي ميزه، بس المبدا ده مش مطلق، هو مشروط ان الزياده السكانيه ما تتجاوزش قدره الدوله على توفير الخدمات بطريقه مناسبه، ما تاثرش على نصيب الفرد من المواطن الطبيعيه. بينما اللي احنا بنتكلم عليه في مصر هي زياده سكانيه غير منضبطه. يعني واحنا بنعرفنا ازاي؟ يعني اقول لحضرتك ان احنا في اخر سنه تم ولاده 2,183,000 مولود. يعني دي عدد في بعض الدول اللي جنبينا ده نفس عدد السكان. يعني اقدر اقول لك ان احنا كل سنه بنولد دوله جديده بس بدون الموارد جديده. يعني انت عندك كل يوم بيتولد 5,982 مولود. دكتور، حته المقارنات ما بين الدول دي، علشان هتلاقي ناس بتسمعنا تقول لك طب ما الصين عدد سكانهم كبير جدا جدا وبيتم استغلالها بشكل ايجابي. احنا عايزين نتكلم عن الخصائص السكانيه الخاصه بينا احنا، وانه بالتاكيد مساله السكان ليها ضوابطها وعواملها المؤثره اللي بتختلف من كل دوله لدوله. هي كمان هي الفكره بقى مش في فكره عدد السكان، هي في حاجه اسمها معدل النمو السكاني. انت عدد سكانك بيزيد بقد ايه؟ وحضرتك ضربتي مثل بالصين، انا اقدر اقول لحضرتك ان معدل النمو السكاني في مصر حاليا اكثر من اربع اضعاف دوله زي الصين. يعني متخيله دوله زي الصين اللي انت بتتكلمي وتقولي ده عدد سكانه كبير؟ هي الفكره مش في عدد السكان، هي الفكره انت عدد سكانك بيزيد بنسبه قد ايه؟ ليه؟ صحيح. لان كل ما عدد جديد بيزيد، ما هو الطفل الجديد ده محتاج تطعيمات، محتاج مكان في مدرسه، بعد كده محتاج مكان في جامعه، بعد كده فرصه عمل، بعد كده مكان يسكن فيه. فانا اقول لك ان معدل النمو السكاني في مصر اكتر من 4 اضعاف دوله الصين. وحاجه كمان بقى، مش فكره معدل النمو السكاني بس، معدل النمو السكاني وعلاقته بمعدل النمو الاقتصادي. يعني دايما الخبراء يقول لك ان لازم معدل النمو الاقتصادي يبقى 3 اضعاف معدل النمو السكاني. صحيح. الدوله المصريه عشان نتحدث عن جوده حياه للمولود الجديد ده. ما هو في الاخر المولود ده زي ما قلت لك، تخيلي ان كل يوم بتولدي 5,982 واحد، كل واحد اتولد هو محتاج تطعيمات،
محتاج حضانة، محتاج مدرسة، محتاج مستشفى، محتاج جامعة، محتاج فرصة عمل، محتاج سكن. متخيلة التكلفة دي بالمليارات بتحسب قد ايه؟ صحيح. او اقولها لك بطريقة اسهل، تخيلي بدل ما احنا كنا بنولد 2,183,000 ولدتي عدد مليون مثلا. طب ما هو كان يبقى المدارس اللي الدولة بتبنيها جديد مش بس عشان الحق زيادة سكانية، لا دي كانت هتحسن لك جودة التعليم، كان كثافة الفصول تبقى اقل، يبقى الطالب قاعد في الفصل قاعد ومبسوط عشان كثافة الفصول تبقى اقل. فبالتالي ان احنا دلوقتي الدوله بتجري عشان تسابق الزياده السكانيه، بينما لو انت اتحكمتي في معدل النمو السكاني هتخلي ان الانجازات اللي الدوله بتقوم بيها تحسن المواطن بجوده الخدمات. عظيم. تخليها على المستشفى، بدل ما تقولي المستشفى زحمه وفي مشكله في الاسره، لا هتبقى الدنيا اسهل، بدل ما تقولي ان الفصل زحمه، لا ده هيبقى الفصول الجديده عشان تقلل كثافه الفصول القديمه. طيب دكتور، عايز اعرف من حضرتك اهم الاوراق النقاشيه اللي كانت موجوده داخل هذه الجلسه او الاطروحات الجديده اللي ممكن تحدث فارق او تغيير في قضيه معقده زي قضيه الزياده السكانيه. خلينا الاول نتفق ان انت بتتكلمي على ملف ورسناه من الجيل اللي قبلينا، والجيل اللي قبلينا ورسناه من الجيل اللي قبلينا. فبالتالي هو الكلام فيه الناس كان فيه اجماع، يعني كل الناس مجمعه ان احنا عندنا مشكله وان احنا الدوله فاتحه الملف بقاله فتره طويله، بس خلينا لو نقولها بشكل نقط. عايزين ناكد ان الملف ده هو مش قضيه وزاره واحده ولا قضيه مجلس واحد، هو قضيه شعب ووطن. صحيح. فبالتالي محتاجين كلنا نشترك مع بعض هنا، كلنا دي يعني قد يكون، وده كل الناس اتكلمت امبارح على اهميه دور الاعلام. صحيح. طول الوقت مش عاوزينها قضيه موسميه، لا ده احنا عاوزين طول الوقت الاعلام بيتكلم على خطوره الزياده السكانيه، وبيتكلم بقى على حاجه ثانيه ودي اللي وزاره الصحه والسكان مركزه عليها الفتره دي، اللي هو فكره المدخل الحقوقي للام والطفل. ان انا اشرح للام انت هتستفيدي ايه لما تنظمي الاسره؟ انت هتستفيدي ايه انت وطفلك لما تعملي مبادره من الحمل والتاني؟ يعني من ضمن المعلومات البسيطه يمكن حتى نقولها للناس، ان لو الست حملت ولدت وحمل الثاني على طول، يعني فتره مبادره بين الطفل واخوه اقل من سنتين، احتماليه وفاه الطفل ده 7 أضعاف لو هي كانت عملت فتره مبادره اكتر من 4 سنين. فبالتالي دي معلومه برضو من ضمن المعلومات اللي حريصين دايما في الوزاره ان احنا نوصلها للناس، فكره حاجه اسمها سلوك الانجابي على خطوره. يعني ايه سلوك انجابي على خطوره؟ يعني لما تحملي في احتماليه خطر عليكي او على الطفل، دي بتحصل في حاجه من 4 حالات، لو عمر الام اقل من 18 سنه يعني سواء الاطفال، او عمر الام اكتر من 34 سنه يعني بتحمل وهي سنها كبير، او فتره المبادره من الحمل والثاني اقل من 24 شهر يعني اقل من سنتين، او ترتيب الطفل ده اكتر من الثالث يعني ولدت كذا عيل. انت عارفه طبقا لنتائج المسح الصحي الاخير لمصر اللي هو 2021 النتائج اعلنت في 2022، 77% من السيدات المصريات المتزوجات عندهم احتماليه ولاده الطفل بحمل خطوره للوفاه. فبالتالي دي المعلومات اللي احنا دايما بنركز عليها. وزاره الصحه الملف ده دلوقتي ياتي على اهم اولويات وزاره الصحه، وخصوصا بقى فكره الوعي، وان احنا نخش على فكره المدخل الحقوقي لصحه الام والطفل، ان احنا نوعي الست اكتر ان ازاي تنظيم الاسره والمبادره من الحمل والثاني، طب صحتك وصحه الطفل، ودايما حتى نوصل معلومات ثانيه وترد بيها على خرافات واشاعات، ازاي ان وسائل منع الحمل هي امنه وفعاله. يعني ايه امنه؟ يعني ما بتجيبش امراض، ويعني ايه فعاله؟ بيبقى في بعض الاعتقادات الخاطئه او الموروثات الخاطئه حوالين ده، ومساله التوعيه والتثقيف بده مهمه جدا جدا، اعتقد ان ده كمان ممكن يتم من خلال حملات اعلاميه فيها كوادر الناس بتحبهم بتثق فيهم. كنا بنشوف ده زمان قبل كده. أنا مش عارفة مدى تأثير ده إيه في القضية السكانية وحلها، لأنه زي ما حضرتك بتقول هي قضية مجتمعية متشابكة الأطراف ولازم الناس كلها تتعاون لحلها. وأنا دايماً بركز بقول لحضرتك أهم سلاح هو التوعية، وإنك أنت توصلي جوه الدماغ، قد يكون موروث جوه الدماغ المصرية إن الأطفال عزوة. صحيح. أو إن أو والطفل بيجي برزقه، وكلنا طول الوقت بنسمع الكلام ده. الأطفال هو 3. او قد يكون موروث في الدماغ المصريه ان انت تجيب العيال ورا بعض عشان انت تستريحي بعد كده، فمحتاجه تردي على المعتقدات دي. او بعض برضو زي ما حضرتك لفتت النظر لفكره بقى الخرافات والاشاعات، بعض الناس تقول لك والله ده احنا سمعنا ان اقراص منع الحمل بتجيب سرطان او بتجيب عقم، نرد نقول ما فيش حاجه اسمها كده، اقراص منع الحمل امنه جدا وفعاله وباعلى كفاءه. ويمكن عاوز اقول لحضرتك ان كل وسائل منع الحمل في كل الوحدات الصحيه والمستشفيات توزع مجانا، وعاوز اقول لحضرتك ان في بعض منها الوسائل قد تكون اصلا اسعارها غاليه في السوق بره، يعني قد يكون اللولب الهرموني ده سعره يتجاوز ال1000 جنيه، او كبسوله تحت الجلد سعرها يقرب من ال1000 جنيه، كل هذه وسائل منع الحمل يتم توزيعها مجانا.
وبرضه الوزاره من خلال العادات المتنقله بتوصلي لكل النقط البعيده في مصر، يعني حتى المناطق النائيه بتقدري توصلها للخدمه. وبرضه فكره بقى الوعي من خلال بقى شغل الرائدات الريفيات وان هم يعدوا على البيوت بحيث ان هم ترفعي الوعي. صحيح. يعني زي ما قلت لك ايه، بس محتاجين كلنا نشترك مع بعض، زي ما قلت لك الاعلام محتاجين طول الوقت برضه خطاب ديني معاصر يرد، هل يا ترى هو الطفل بيجي برزقه؟ صحيح. ولا الطفل ده هنسال عليه المسؤول، هتسال عليهم القيامه، صحته ايه؟ تعليمه ايه؟ اديتي حقه، اديتي الطفل ده حقه من حب وحنان واهتمام ورعايه ولا صحيح. لا؟ صحيح. ويمكن يا دكتور دي اهميه جلسات الحوار الوطني، وانه يناقش قضايا مجتمعيه هامه جدا مفصليه بالنسبه للمجتمع المصري بحضور كل هذه يعني الكوكبه من العلماء والشيوخ والاخصائيين الاجتماعيين وكل من تهم القضيه المجتمعيه. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحه والسكان لشؤون السكان وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.